السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. بالله عليكي، انا عندي مشكلة وعايزة حد يحلها لي، والله ما مش عارفة. اتفضلي. حضرتك، انا بقالي بالظبط سنة انا وجوزي في مشاكل، فمش عارفة اعمل ايه، وهو حلف عليا ان انا لو رحت عند اهلي ما ملزموش تاني، مش عارفة اعمل طب ايه. انتوا المشاكل اللي انتوا متجوزة بقالك قد ايه؟ بقالنا 5 سنين. طب المشاكل اللي بينكوا بقالها سنة دي بسبب ايه؟ بسبب ان انا عايزة اروح عند اهلي وهو مش موافق، تروحي عند اهلك بمعنى ايه يعني؟ يعني زيارة عادية بس مش اكتر. هو مش عايزك خالص تروحي تشوفي اهلك؟ اهلك دي اللي هو ايه، مامتك وباباكي يعني؟ مش راضي طب اسبابه ايه طيب؟ اهو، لو رحتي بالعيال ما تلزمنيش، انا بالظبط هما ساعتين اللي انا حرصهم، هقعد ساعتين مش اكتر من ساعتين، فهو حالف فانا مش عارفه. قال لي لو روحتي روحي بس انا هبقى موجود، ولو جيت ما لقيتكيش هيبقى فيها كلام تاني، وانا مش عارفه اراضي ازاي. طيب بصي يا أميرة، أنا هستأذنك معلش عشان هو مش يعني مش هيبقى تخصص دكتور عبد الناصر طبعا عشان يرد عليكي في الموضوع ده، بس حاولي تكلميني طيب في حلقة بكرة، يكون معانا إن شاء الله الدكتور محمد وهدان يقدر يعني يفيدك في سؤالك النهاردة. بشكرك جدا على اتصالك. هو ليه انا ما ردش عليه؟ طب رد عليه. هو القصة دي مش دينية خالص، طيب تعمل القصة دي ايه؟ مش دينية خالص، دي قصة صراع قوة، خدي بالك بس دي مهمة جدا بقى الكلام ده. ده بقى في صميم موضوعنا. هو مش عايز تروح عند اهلها ايا كان اسبابه. على فكرة مارتن لوثر كينج عنده مقولة بحبها جدا، يقول لك ما تقدرش تقف على ظهر حد غير لما يوطي لك. صحيح، مش كده؟ طبعا. تقدري تقفي على ظهري لما اوطي لك؟ لا طبعا، لا يمكن، الا لو هتموتيني في الارض بقى الموضوع تاني. تقصد حضرتك ان هي اللي اديته فرصة يعني انه يعمل ده؟ ايه؟ يعني قصدي ايه؟ هي الحسبة بتبقى هو انا عايز ايه من حياتي؟ كويس. اللي يحلف عليا عشان ما اروحش، طبعا ده حلفان مش كلام فارغ يعني. يعني فكره انها تطلعي لو رحت عند اهلك ده متخلف عقليا، يعني الفكره نفسها تخلف عقلي. طب وانا بيحلفوا بكده؟ وانا بقول لك بكره الشيخ هيقول لك ده كلام فارغ ومش ممكن، مش منطقي. بمعنى ايه؟ ان هو يقول لها لو رحتي هتبقي طالق؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه رحت عند اهلك تبقي طالق؟ يعني ايه؟ مش فاهم. ما هو طب ما هو ده اللي بيحصل يا دكتور. طب ده مش منطق خالص، وده مش اسلام خالص، وده مش دين خالص. خلاص ده موضوع يعني. طيب نتكلم بقى في الموضوع بتاعنا بتاع الطب النفسي يعني. هي الفكره في الفكره هو انت عايزه تكملي حياتك ازاي؟ الراجل ده بيهددك ايا كان بقى الطلاق ده يعني يقع ولا يقع، ولا انا من وجهه نظري طب يعني شخصيا ما يقعش، بلاش يعني ده خليها ده في الجزء بتاع حلقة وجهل بكرة. شديد سذاجة وجهل شديد يعني. لكن طيب ما هو بعد ما يحلف عليكي بانك ما تروحيش لاهلك، ممكن يحلف عليكي تعملي اي حاجه ثانيه. طبعا يعني ممكن تبقي انت دايما في حاله تهديد مستمر اذا لم تطيع الاوامر، حتى الاوامر مش منطقيه. كويس. في حياه ايدي ان شاء الله. الناس بقى فاهمه غلط. هو بقى ده فن العلاقات الانسانيه. عارفه المثل بتاعنا بتاع مصريين لك ايه؟ فرعون من فرعنك. قال ما لقيتش حد يلمني. بالظبط كده. هي الفكره في ايه؟ كل واحد متصور ان هو عنده القوه، او احنا بنسميها ساعات وهم القوه في العلاقات الانسانيه. انا طول ما انت عندك وهم القوه، انا لما اختبر هذه القوه فبيفضل عندك هذا الوهم ان انت اقوى مني بكتير جدا، وان انت عبد الناصر ما يقدرش يعيش من غيري، وعبد الناصر لو زعلت هيسيب هينتحر. انت عندك هذا الوهم. وانا بغذيه بان انا ما بعملش اي حاجه خالص تزعلك. ما انا خايف. لكن جربي بقى ما تخافيش انك تاخد الخطوه. جربي تاخد الولاد وتروح عند اهلها. هيعمل ايه يعني؟ هيطلقها؟ اوكي طلقنا، وبعدين هيعمل ايه؟ في الغالب هذا النوع من الاشخاص او الشخصيات لما بيلاقي قوه معاكسه ومصره ما بيبقاش كده. يعني ما بيبقاش زي ما هو ظاهر. بالظبط كده. يعني قصدي بطلوا تتصوروا. دي العلاقات الانسانيه المشوهه. دي العلاقات الانسانيه المعوجه. انا فاكر على فكره بتكلم مع راجل او ست. ان ما فيش حاجه اسمها راجل او امراه يسود العلاقه. ما فيش حاجه اسمها حد يقتحم خصوصيات حد اخر، او حد يتحكم في مصير شخص اخر. احنا اللي بنسمح للاشخاص ان هم ياخدوا المساحه دي. على فكره ده هذا النوع من الحب بيسموه الحب المرضي، باثولوجيكال لاف. ايه الباثولوجيكال لاف ده؟
ان انا في علاقه انسانيه ببقى مقهور مقهور وما باخدش حقي وما باخدش مشاعر انسانيه وبفضل في العلاقه الانسانيه دي. فانت بيبقى عندك درجه من الماسوخيه. عارف يعني ماسوخيه؟ طبعا. ماسوخيه اللي هو بيحب قوي يعذب نفسه، يحب جدا يؤلم نفسه. الحياه ما بتقفش عند اشخاص، خد بالك. وكتير جدا من الناس لما بتاخد قرارات حقيقيه في حياتها، حياتها بتنصلح. بدليل ان احنا بنقعد نتخيل انه لو فلان اتوفى مثلا احنا مش هنعيش بعد، وانه دي نهايه الحياه، ومع ذلك نو وان از اندسبنسبل. الحياه بتستمر. مفيش شخص في الدنيا لا يمكن الاستغناء عنه. ما اتخلقش. يعني النبي عليه الصلاه والسلام توفى والرساله المحمديه بقت اقوى بكتير جدا بعد ما مات. يعني هو مات كانوا كلهم 5-6000 واحد، دلوقتي بقينا مليار وشويه. سيدنا عيسى توفى ما كانش حواليه غير الحواريون وشويه ناس قليلين جدا، دلوقتي مليار وشويه وهكذا. وبالتالي فكره ان انا اتصور ان شخص ما هو سبب بهذه الأهمية او الوجود، بهذه الاهميه في حياتي، دي مشكله كبيره جدا. انا اللي بدخل الـ 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 الاعتقاد ده جوه تفكيري. انت اللي بتصنعي هذا الفرعون. صحيح. وهذا الفرعون لو ما حصلش مواجهه حقيقيه هتبقي في حاله انهزام طول عمرك، او هتبقى في حاله انهزام طول عمرك.